موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء ومواساة إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان الذي وفته المنية عقب مسيرة حافلة بالعطاء المخلص لبلاده. وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تعزيه وصدق مواساته لدولة الإمارات شعبا وقيادة، راجيا من الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان وأن يحفظ شعب الإمارات الشقيق من كل سوء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الوزراء الأردني حرص في مستهل المقابلة على نقل تحيات وتقدير الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن إلى السيد الرئيس، وهو ما ثمنه سيادته، مؤكدا الاعتزاز بالعلاقة الخاصة والتاريخية التي تجمع بين شعبي وقيادتي البلدين، ومشيرا إلى الأهمية التي توليها مصر لعلاقات التعاون الثنائي بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية الشاملة، لا سيما في ضوء الانعقاد الجاري بالقاهرة للدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء الدولتين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في قطاع غزة التي تمر بمرحلة غاية في الدقة في ضوء الجهود المضنية للتوصل إلى هدنة شاملة في القطاع وتبادل للأسرى والمحتجزين، بما يضمن الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية بشكل مستدام وبلا عوائق للحد من المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي القطاع، حيث تم في هذا الصدد تأكيد الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية التي تحرم أهالي غزة من شريان الحياة الرئيسي للقطاع وتعطل المنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية. وفي هذا الصدد تم تأكيد أن الأوضاع الحالية تفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، مع المضي قدما بجدية وفاعلية في إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار الإقليمي ويفتح آفاق التنمية لجميع شعوب المنطقة. استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة. وعبرت السيدة انتصار السيسي خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سعادتها بلقاء ضيفة مصر العزيزة السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية حرم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة. وأضافت قرينة الرئيس السيسي مرحبة بضيفتها: زيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر.